أهلا بكم من جديد. ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس الشاحنات عبر معبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال. ومنعت قوات الاحتلال دخول 4 شاحنات للوقود و4 شاحنات للمستلزمات الطبية. المزيد يطلعن عليه من العريش الزميل أحمد ممدوح. تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين من مدينة العريش، ننقل لكم الصورة الكاملة بالنسبة لموقف المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال، في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وحاجتهم الضرورية لمختلف هذه المساعدات، سواء كانت مساعدات غذائية أو مستلزمات طبية أو غيرها من المساعدات اللوجستية. اليوم وأمس كان هناك إغلاق كامل من خلال معبر كرم أبو سالم، والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة هذه المساعدات وتوصلها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث منعت دخول هذه المساعدات اليوم وأمس. وتم أيضا أول أمس تم دخول 84 شاحنة، تم تفريغ منها 30 شاحنة، بينما تم رفض دخول أيضا 4 شاحنات للوقود و4 شاحنات للمستلزمات الطبية، فهم يمنعون دخول هذه المستلزمات الطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وأيضا زيادة معاناتهم وأيضا الوصول بهم إلى المجاعة في ظل تدهور الأوضاع هناك. جهود مصرية نتحدث عنها لدعم هذه المساعدات من خلال معبر رفح، حيث تتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية إلى معبر رفح لوصولها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى، خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية. ما زال معبر رفح يعمل لإدخال هذه المساعدات، ولكن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات. لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات، بل السعي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى، وأيضا استضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية. هذه هي الصورة الكاملة من داخل مدينة العريش، وعودة مرة أخرى إلى زملائي في الاستوديو.